بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على أشرف الخلق نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أحبتي جميعا ورحمة الله وبركاته. أحيي الحضور طبعا، شيوخ رموز، أباء شهداء، الأطباء وكل من حضر، وشكراً لكم على استضافتي في هذه الليلة، وأشكر من صميم قلبي جمعية الوفاق، وأشكر جميع الشعب البحريني الحر الوفي الذي وقف معنا وساندنا، وأشكر كل الجمعيات والشخصيات والعلماء الأفاضل والحقوقيون والنشطاء والأحرار وكل الأطياف التي وقفت بجانبنا. طبعاً أخوتي، وسوف أتكلم عن كيفية اعتقالي. كان اعتقالي اعتقالاً تعسفياً من قبل النظام. قام قوة الأمن المدنية بعد أن إجوا إلي في العمل، تم نقلي إلى مركز النعيم، وتم تحقيقي معي طبعاً، وتم تحقيق معي هناك بالخصوص حضوري في عزاء ليلة عاشوراء، وتم اتهامي بتهم أو بتهمة لتحريض على كراهية النظام. وطبعاً الكلمة التي تكلمت بها كانت كلمة في حق الحسين عليه السلام، والكلمة تخلو من أي كلام على تحريض الكراهية للنظام. في نفس اليوم اعتقالي تم نقلي من مركز النعيم إلى مركز الحورة، وتم نقلي ثم إلى النيابة، فقامت بالتحقيق معي واستجوابي عن حضوري ليلة عاشوراء، وتم عرض الكلمة لسمعها. وطبعاً كنت مثل ما قلت لكم، كلمتي تخلو من أي تحريض على كراهية النظام، مجرد كلمة في حق الحسين عليه السلام فقط. أطلب فيها مظلومية ابني شهيد العيد شهيد علي الشيخ، وأطلب بها القصاص العادل من قتله، من القتلة الذي قاموا بقتل ولدي والشهداء، كما أمرنا الله ورسوله. وهذا بالطبع يحق لي بعد أخذ أقوالي. تم احتجازي وتوقيفي في حوض الجاف لمدة 15 يوم، ثم جدد توقيفي مرة أخرى لمدة 30 يوماً، وكانت المعاملة صراحة ما يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نجد فيها الآلام، وبعدها عرضت على النيابة وتم الإفراج عني وإخلاء سبيلي عن طريق مركز النعيم. نفس القضية أرجع وأقول تم إفراج عني، إخلاء سبيل، ولكن ثم تم حجزي وتوقيفي مرة أخرى بعد الإفراج عني، وأخذ مباشرة من قوات مدنية إلى مبنى التحقيقات في العدلية لاتهامي بعدها، ووجه لي تهم عديدة
ما يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. طبعاً كان رجل الأمن يوجه لي تهمة عن تحريض الشباب في كل فعاليات، سواء كانت في المحرق أو سماهيج أو عراد أو المقشع أو البلاد القديم أو الإدراز وغيره، فعرض لي تهمة يقول أنت الذي تقوم بتنظيمها وتفعيل مع الشباب وأنت تحشد للشباب. فأنا طبعاً رفضت وقلت له هذا غير صحيح، وقام بتهمة أخرى، وجه لي تهمة أخرى طبعاً عن التحقيقات، يقول لي الضابط أنت قمت باعتداء على رجل أمن واعتداء على دورية بالبنتوف في شارع رقم 1 الذي يكون في سترة. وأنا بدوري رفضت كل التهم الموجهة لي، وتم طبعاً تعذيبي، وهذا شيء معروف، أي شخص يتم اعتقاله في التحقيقات يتم تعذيبه أولاً نفسياً وجسدياً ومعنوياً وإلى آخره. لما قام التحقيقات بحجزي لمدة 3 أيام في التحقيقات، شفت المأساة، وهي أولها صمدوا عيني ويدي خلوها في الخلف لمدة، طبعاً هاي لما تكلمت طبعاً بعدها مباشرة من إخلاء سبيلي لما تم نقلي إلى تحقيقات، من ساعة 4 إلى ساعة 2 في الليل ما أعرف شنو التهمة، وأنا صامد العين والأفكري على الخلف لمدة طويلة. لما أردت أن أصلي قالوا لي اسكت، وبعدين لما جابوا لي الإفطار ساعة 2، لا غدا ولا عشاء، لما أرادوا أن يفكوا اللي هو الكيد فأريد أن أجيب أيدي قدام ما قدرت إلا بعد 10 دقائق، لأن خلاص وقف الدم للخلف، بأجيب إيدي ما تطاوعني تجي قدام في أسرع وقت اللي أريده. طبعاً هذا النظام معروف عن ما يقوم به ضد آباء شهداء والنشطاء والسياسيين، من يمارس هذا الشيء هو لازم يأخذ حسابه في يوم آخر إن شاء الله. طبعاً لما بعد استجوابي في النيابة لإخلاء سبيلي، طبعاً لمدة 3 أيام صار لي في التحقيقات ليس بوحدي، في هناك ناس شباب صغار عمرهم تقريبا 17 سنة و 18 سنة، وأنا أسمعهم وهم يقولون اسمك، وقال لي من أي منطقة، قال لي من البلاد القديم، وهم يعانون هناك من النظام في نفس المكان في التحقيقات. نحن نوجه رسالة من القلب لكل من له صوت أن يقف مع بحرين المظلوم الذي صراحة يعاني منذ انطلقت الثورة من 14 فبراير إلى هذا اليوم، نعاني من أطباء وشخصيات ورموز وشيوخ ونساء. هذا النظام معروف طبعاً وغير لا نعرف به، وهو معروف من قبل الشعب والعالم، ولكن متى سيأتي الفرج؟ قريب إن شاء الله. وطبعاً لما كنت في التحقيقات كانوا يضربوني على الرأس، وخاصة وأنتم بعزة وكرامة، لما أريد الحمام
يقول لي اسكت ويقوم بضربي ولمدة طويلة، حتى كنت لا أتمنى أن أروح الحمام حتى لا أتعرض لهكذا لكي الضرب مرة أخرى من قبل النظام. وصراحة قاموا بشتم العلماء وقاموا بشتم المذاهب واعتداء على كل يعني كلام كثير يعني إعجاز النسان عن قوله. وأنا صراحة يعني في كلام ما بقوله اللي قاله النظام هناك في التحقيقات، في التحقيقات من راح يعرف ويعرف وش يقولون وش يسوون هذا النظام. طبعا يوم السبت أخذت إلى حوض الجاف وكان هناك مطر في الظهر تقريبا هي الساعة 12 ظهرا بعد ما كانت عيني مصمدة والأيدي في الخلف. كنت أعاني معاناة كثيرة لأن صراحة كنت واقف مدة طويلة، ولكن لما أخذوني لحوض الجاف طحت عند عنبر 2 وشافوني الشباب من الآلام على رجلي لما وقفت مدة طويلة والأيدي تألمني كثير، ولكن أشكر الشباب اللي في حوض الجاف عنبر 5 لما ودوني هناك مع التحقيقات. هذا عنبر 5 مع التحقيقات طبعا ما قصروا، لهم كل الشكر والتحية. ولا أنسى أخواني في عنبر 2 الذي صراحة في استقبالهم إلينا الحار من القلب، إلى أبو الشهيد أبو تاكي وإلى حسين برويز وإلى أبو الشهيد علي الشيخ. لما كنا هناك طبعا كانوا نفسيتهم ارتفعت وهم نفسيتهم مرتفعة ما يقارب في العنبر عنبر 2 85 شخص سياسي. طبعا العنبرات الأخرى ما يقارب كل عنبر فيه 110 سياسي، في تقريبا عنبر من 1 إلى 12 12 عنبر، اضربها كم العدد يوصل ويوصل حوالي فوق 130,000 هناك في عنبر في حوض الجاف، 130 سياسي بس في حوض الجاف. يعني صراحة من لهم من يطالب بإفراجهم؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم قريبا إن شاء الله. طبعا على رأسهم والأيدي المقيدة من الخلف، أنا لما أتكلم يا أخوتي أتكلم عن الأيدي الأشخاص اللي كانوا في التحقيقات لما يعانون لمدة طويلة هذا شيء معروف. خلني أرجع إلى الذي كانوا صراحة في حوض الجاف عنبر 2. عندنا هناك طلبة جامعيين مثل حسين نوح، أمجد الشيخ، علي آدم الذي قام النظام بتهمته الخلية وهو كان برا في الهند يدرس 4 سنوات ونص باقي عليه كورس، لما تم اعتقاله من بيتهم جاي أسبوعين بس وبيرجع الهند، تم اعتقاله وتم تهمته بتهمة على الخلية. وهذا الشخص معه أبوه معتقل وعمره 64 سنة في عنبر 5 أبوه، وهو الابن في عنبر 2. طبعا هذا النظام معروف وغير لا نعرف به ما يقوم به، ولكن نحن نقول للنظام هؤلاء الأطفال ما ذنبهم تحرمونهم من الدراسة الجامعية. وهناك أشخاص كثيرة لما أتكلم عن أمجد أو حسين نوح هناك المئات من الطلبة الجامعيين الذي محرومين الآن لمواصلتهم الجامعية. هذا شيء نرفضه ونتمنى الإفراج عنهم عاجلا. طبعا النظام لما قام بتعذيبي كنت مؤلما كثيرا وأنا أشكو من المرض، وقام النظام بإخفاء الحبوب الذي صراحة يوميا أستخدمه، ولكن النظام يقوم يغيب الحبوب علشان لا أكون
أو أستخدم الحبوب في يومياً. فقلت له النظام، لماذا تغيبون الحبوب؟ فأسكت، هذا ليس بشغلك، وهذا إحنا نعرف ونعطيك حبوب من عندنا. قلت لهم هذه الحبوب جايب لنا من البيت، أخوي جابه لما جاب لي هناك المركز، فاستلمته وديته حوض الجاف. هناك في حوض الجاف قام النظام بتغييب الحبوب. ظليت حوالي 3 أيام ما أشرب حبوب، كنت أتألم كثيراً، ولكن هذا النظام لا يعترف بهذا الشيء. ولا أنسى خصوصاً أخوي، لما أخوي وشقيقي أبو شيد أبو تاكي لما كان مريض جت دودة زايدة ويتألم هناك في عنبر 2، وطلبت رحت للعمادي كلمت الضابط وكلمت رجال الأمن، قلت لهم أبو الشهيد مريض يعاني. قال أنت هذا يكذب، قال هذا يكذب. قلت له لا تقول يكذب، هذا كبير في السن ولازم تلبون له كل مطالبه، ولكن هذا النظام لا يعرف لا كبير ولا صغير. فقلت له بلسان حار يعني بلسان بارد، إذا كان ذنب الكبار فما ذنب، إذا كان ذنب الصغار ما ذنب الكبار، هذا كبير في السن لازم نأخذ المستشفى. قال اسكت ارجع لداخلك في حجرة انفرادي. فأنا طبعا رحت وقلت إلى أبو الشهيد، أبو الشهيد يعني صراحة يفكر أنه ما رحت، بالعكس احنا أنا وحسين برويز قلنا نحن على هؤلاء الشرطة أو نحثهم على أن يودونا المستشفى السلمانية، ولكنهم يرفضون. ولكن بعد المحاولات الكثيرة معهم فبعداً وافقوا أن يودوه المستشفى اللي هي تكون في حوض الجاف، مرة أولى ومرة ثانية ومرة ثالثة، ولكن بعداً صاده الألم مجدداً وقعد على سرير السجن هناك في الفراش حوض الجاف ليومين ما يأكل. فقلت قمت أنا ورحت إلى الشرطي، قلت له يا شرطي هذا المريض قال يكذب، وديناه هني أعطي حبوب. قلت له ودوه سلمانية، ودوه هذا أي مكان المفروض طلعونه. فأخذوه إلى القلعة، والقلعة أعطاه تحويل إلى السلمانية. ولكن كان صادقا في كلامه لما كان مريض، نعم هو مريض، ولكن هذا النظام لا يعرف مريض أو أي غيره. ولكن نحن نقول للنظام من يكون مسجونا في حوض الجاف نحن نضم صوتنا مع صوتهم، لأن في هناك أشخاص مريضين وإلى آخره، ولكن هذا النظام لم يستجب لهم. أنا هناك شخصيا لما أشوف صبي أو رجل أو شاب يريد حبوب مع المرض يقول له لا تجي في هالموعد أو روح بعدين تعال، يعني مثلا يتلاعبون على أعصاب الشباب ويتلاعبون على أعصابنا، هذا شيء نرفضه. طبعا احنا نوجه لمن يسمع صوتنا، وخاصة هناك شباب صغار مرضى في حوض الجاف وغير حوض الجاف، يجب على أن إليه الصوت، له صوت وفعال وقوي يقف مع هذا الشعب المظلوم، أن على الأقل يعطوا لكل من له حق أن يمارس علاجه في حوض الجاف. ولكن هذا النظام يمنع الأشخاص من علاجهم، وإذا كان يريد أن يوديه من المستشفى بالمنه وليس بالمطلب، يعني إذا يجي يقول له أنا مريض ما يوديه بالسرعة، يخليه لفترة طويلة ليوم يومين. لما في واحد أنا شفته نفس يعني شخصيا شفته عينه صايرة حمراء، سألته ما وش فيه، قل لي هذا صارت لي دبابة من هنا كل حشرات تبع الكرامة ومرض في الحوض الجاف. يومين ما ودوه، يوم ثالث ودوه، يوم عيونه سكت، يوم سكت عيونه ودوه. هذا شيء يعني صراحة ما نقبله، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا ويفرج عنا فرجا عاجلا إن شاء الله قريب. شكرا لكم من القلب، وأتمنى الفرج العاجل إن شاء الله إلى كل أسير وأسيرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.